قطع طري سامحيني في اللغه هذا شكون ما قطعش في رايش صوتك العزوزه بالله كي قدام بيبدا عندنا ديك برسمك بري دخلي للدار شوفي عامله حكايه اخرى يا خايتي اش بيك يا اخي مش نتيلي كان الدار قمرتني وقتاش نخرج وقتاش نروح فهمتي حاسه كي نروح فك الوقت بعد الوقت تقول لي اش بك روحتي تو في بلادي اعيش الامن والامان في بلادي لم ينقصني ولن ينقصني شيء في بلادي حقوقي مضمونة صحح على النص هذا وإلا لي ما نصححوش الجملة مش كي تبدأ بالمليارات والله لنصحهم أقسم تدي ربي لنصحهم مش كي بدأ يتشحت والله لنصحهم علاش ما نحيت بلادي بيهي علخ ما نحيت بلادي قانون فهم هكا يعني هكا مش نرمان بلادي تفتق شو محلاها تونس الزح مش عاش من صححش تونس وحش داخلة في حيط مجلس نواب الشعب داخل في حيط ديما نتفرج في البرامج تاع السياسة نعش في الشي يتكلموا في الشي يحكيو وديما يتخلبزوا حاسيلو ويحكوا في كين في الزيد وفي الناقصة ومتعاركوا ولا خقال كلمة والبلادنا عرش من ماشية مش عارفين مش نمشي الله أعلم هذا أول حاجة والقانون زاد داخل في حيط اسكملوا نحن دخلنا في حيط نحن بلاد الاخرين قاعدين يمشوا يقدموا نحن نمشي ونوخر والله والله تنمو كي نتفرج في التلفزيون نريهم كيفاش يحكيو يشدني الضحك كيفاش تحكيو امان كيفاش تحكيو الدنيا داخله بعضها وانتم تحكيو والله راك حاب نشكو مكورت كثرة الدنيا داخل بعضها تونس وتمع بيا بالحاكم وتمع بيا بالجيش وندور تلقى كان الحاكم معناها يوريك الدليل يعني مش حاجة ظاهرة يعني تونس داخلة في حيط تونس مشى وتيح ظاهرة معناها خنزيدك نستر آخر في النص قولي تصح علي ولا أعيش بين مواطنين بين شعب واعي أعيش بين مواطنين واعين كل إنسان له في نفسه ولا واحد يتلهي بغيره كل إنسان يصلح عيوبه ما يتلهيش بعيوب غيره تصح علي ولا لا معناه كل واحد تلهي في روحه مش يمشي يحكي على العبيد وقال تلهي في العبيد تلمون احنا نشوفك اللي قطعوا في الرأي شوف العبيد را هذا اول حاجة ثاني حاجة صحح فيه وشوفوا شو فكيك مش من قلبي صحح فيه رو. قطعوا تريش ولا ايه نا لا تونس كانت تقطعوا تريش سامحيني في اللغة ذي شكون ما قطعش في رأيش وانت جاية انت صحتك في شكون كنتوا تقطعوا تريش مقاطعة ليا تعرف ما نقولوش قل لي خلي يسمعكم هوني ليه خطر هوني هو ما نقولش قديش نقصتوا له من ذنوبه قل لي ذنوبه ما عندوش ذنوبه وما نعرفش عليه نحكي عليه وما نعرفش عليه أسئلة هي تقول لك فهمت يا كاو ما نقولوش عليه خليه الشعب كله قطع ويرد صوتك العزوزة بالله كي قدام بيبدا عندنا ذيك برسمك بري دخلي للدار شوفي عامله حكاية أخرى يا خايتي اش بيك يا أخي مش نسيتي كان الدار جارتنا هاي تحسني كان روح ليلة مقمرتني وقتاش نخرج وقتاش نروح فهمتي حاسه كي نروح فك الوقت بعد الوقت تقول لي اش بك روحتي تو فهمت الفازة ايه كهو هذيك الشعب كله قطع بيريش ونحن هكاك